رحب بحضراتكم في الفقرة الأخيرة الطبية اللي كل مرة بتحمل ملف مختلف، ويمكن النهاردة هنتكلم في ملف مهم جدا، وهو كمان عن أحد أسباب أو أهم الأسباب لمشاكل وأمراض العظام. ويمكن كتير مننا مش بيقدر ان هو يفسر او ان هو يعرف ايه الاساس او اساس هذه المشكله فين بالظبط. خلينا نقول لحضراتكم ان يمكن المشكله الاساسيه اللي اجمعوا عليها بعض الاطباء هو نقص الفيتامينز والمعادن اللي موجوده في الجسم اللي بتوصلنا لهذا المستوى. طيب ايه الفيتامينز المهمه؟ ايه الفيتامينز ازاي نقدر ان احنا نحصل عليها من جديد؟ طيب مشكله العظام اصلا ازاي ممكن ان احنا نلحقها من بدري؟ ازاي يبقى عندنا مش بس علاج، يبقى عندنا وقايه كمان؟ لان الوقايه زي ما احنا عارفين هنرجع نقولها ونكررها أكيد خير من العلاج. كل ده هنعرفه مع دكتور علاء الدين أحمد المستشار العلمي لشركة باكس فارما. بونجور جدا. بونجور. رجعنا البونجور. بونجور. أحلى صباح لأحلى من أحلى قناة لأحلى مقدمة. لأحلى محاورة بقى. دكتور علاء بجد منورنا، وملف مهم قوي. والعظام يعني من الأجزاء اللي في جسم الإنسان لا يمكن أنك تغفل عنها، لازم يكون فيه اهتمام، لازم يكون فيه علاج سليم، ولازم يكون قبل أي كارثة يعني ما تيجي أو مرض لازم يكون فيه وقاية جيدة. خلينا نبدأ من النقطة دي، وإزاي ممكن نقص الفيتامينز أصلا تؤدي لمشاكل في العظام. بس خليني أخذ من مقدمة حضرتك قلتيها أن بيحصل عندنا نقص في الفيتامينات والمعادن. فالنقص بيحصل ليه؟ لأن أنت ممكن يبقى كمية الأكل اللي بتاخدها يا اما بتاخدها بصوره غير صحيه، يا اما ما بتبقاش كافيه ان هي تمدك بالفيتامينات والمعادن. ودي صوره ان احنا بننزل مكملات غذائيه، من اسمها مكمل غذائي، يعني انا بكمل لك الغذاء بتاعك عشان تحصل على الفيتامينات والمعادن المطلوبه. دي رقم واحد. رقم اثنين، حضرتك اثرتي كلمه العظام او الملف اللي هنتكلم فيه النهارده العظام، تمام؟ وخلينا نقول ان من ضمن مكونات جسم الانسان ده بنقول عباره عن هيكل عظمي، الهيكل العظمي ده على فكره بيحمى بالعضلات. والهيكل العظمي بيحمي بعض الاعضاء الداخليه لجسم الانسان، على سبيل المثال القفص الصدري، وهو جزء من مكونات العظام او الهيكل العظمي، بتحمي الاعضاء الداخليه سواء كان قلب سواء كان رئه سواء كان كبد على سبيل المثال. يبقى انا مهم جدا ان انا احافظ على صحه العظام، تمام؟ وده يخلينا نقول طب هي اصلا العظام دي مكوناتها عباره عن ايه؟ مكونات العظم اصلا عباره عن كالسيوم، تمام؟ ولكن هي المشكله مش في الكالسيوم، المشكلة في الحاجة اللي بتساعد ان الكالسيوم يمتص ويرسب بطريقة صحيحة في العظم. تعرف حاجة زي كأنك بتبني عمارة. العمارة دي لازم تحط لها الأساس. والنهاردة هو ده الهدف الأساسي من حلقتنا النهاردة. ان احنا نتكلم على الأساس اللي هنحطه، وبعد كده نتكلم ازاي الأساس ده ساعدنا في ان احنا يبقى الهيكل العظمي بتاعنا كويس، وبعد كده نخش في مشكلة المفاصل. اوكي. عندما نتحدث على الأساس فاحنا نتحدث على فيتامين دي. لأن فيتامين دي هو الأساس اللي أنا ببني عليه. يعني فيتامين دي. 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 وفيتامين دي حضرتك لو تفتكري كانت في حمله اتعملت من حوالي 5-7 سنين، وجدوا واكتشفوا ان 90% من الشعب المصري عندهم مشكله في نقص فيتامين دي. ده رغم الشمس الحلوه اللي عندنا وكل الكلام ده، برضو للاسف يعني ما هو نقص. خلي بالك حضرتك الشمس حلوه ولكن احنا ما بنتعرضش للشمس السليم او في التوقيت السليم. على طول قاعدين في تكييفات، وعلى فكره اصل هو الشمس التعرض ليها بيبقى فترة الصبح وفترة المغربية، هو ده الـ 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 الوقت الأنسب للتعرض لأشعة الشمس. وعشان كده حضرتك حتى لو تلاحظي لو عندنا طفل صغير بيعاني من نقص في الكالسيوم اللي هو بيفسر المرض بتاعه اللي هو باسمه الكساح أو لين العظام. أيوة اللي بيحصل. بنقول للطفل إيه؟ خليه يتعرض للشمس الصبح. ليه يتعرض للشمس الصبح؟ عشان فيتامين دي يتحرر، فبالتالي التركيز بتاع فيتامين دي يعلى في جسم الانسان او جسم الطفل، فبالتالي يساعد على امتصاص الكالسيوم وترسيبه في العظم. بالنسبه للكبار مع العادات السيئه الغلط بتلاقي عندهم نقص في فيتامين د، وبالتالي التبعيه نقص كمان نقص في الكالسيوم. وهو ده الهدف الاساسي من الكورس بتاعنا النهارده. وخلي بال حضرتك انا ما دام بقول كورس يبقى بيتكون من كذا حاجه، في الاخر احلل لك مشكله العظم والمفاصل. ومن ان احنا اتفقنا قبل كده في حلقه سابقه ان الغرض الاساسي من هذه الفقره هي الثقافه الغذائيه والدوائيه والصحيه للساده المشاهدين، يبقى لازم نعرف يعني ايه مفصل. بالظبط. المفصل عباره عن ايه؟ عباره عن التقاء عظمتين ببعض بيرتبطوا ببعض عن طريق اربطه وبينهم غضاريف، يبقى ده بسميه المفصل. مفصل ركبه، مفصل كتف، مفصل حوض على سبيل المثال، مفصل كتف، كل دي اسمها مفاصل. المفصل عباره عن عظمتين بيلتقوا ببعض، بيرتبطوا ببعض عن طريق الاربطه والغضاريف. وده يخلينا نعرف يعني ايه غضروف، لان الغضروف ده عباره عن ايه؟ بيعمل ايه؟ عباره عن مخدتين بتمنع زي وساده كده، بتمنع احتكاك العظم ببعضه، والغضاريف بينهم سائل
بيسموه سائل اللزج. ده بمرور الزمن بيتلاشى للاسف تمام. والاسباب اخرى كمان. احنا النهارده عرضنا المشكله، هنبتدي نتكلم في حلولها بقى. ايوه ناخد اول حاجه، بما ان احنا بنتكلم على البيزك بتاعنا، فانا محتاج اديك فيتامين د اللي هو واحنا اتفقنا ان فيتامين د معظم الناس عندها نقص في فيتامين د، او معظم الناس محتاجه احميها من ان يحصل عندها نقص في فيتامين د. عشان كده اول مستحضر عندنا في الكورس بتاعنا الفيتا بيكس. والفيتا بيكس انا حضرتك تركيزه 2000 انترناشونال يونت، هو 2000 وحده دوليه، وده زي ما معروض على الشاشه عندنا اهو. الفيتا بيكس ده قصته في ايه بقى؟ قصته ان انا بديك فيتامين د الكميه اللي جسمك محتاجها كحاجه وقائيه. يعني انت مش شرط تروح تعمل تحليل وتكتشف ان عندك نقص في فيتامين د عشان تاخد الفيتا بيكس. انت بتاخده بما ان هو مكمل غذائي مستخلص من مواد طبيعيه، فانت اوريدي بتبقى ماشي عليه عشان تحمي نفسك يبقى عندك نقص في فيتامين د. وعلى فكره برضو فيتامين د هو مش قصه عظمه بس، ده هو ليه اراك كتير قوي. يعني حضرتك مثلا على سبيل المثال كنت بتفرج على حلقه حضرتك ربطتي ما بين السمنه ومشكله المفاصل، لان وجد ان نقص فيتامين د بيعمل ايه؟ بيقلل من معدلات الحرارة، ده يدخلني في سمنه، وبالتالي السمنه تاثر على العظم وتاثر على المفاصل. شفت بقى هي يعني السيركل واحده غريبة. احنا بنحل حلينا هذه المشكله، ان انا بديتك فيتامين دي، يبقى بالتالي انا خلي بالك زودت لك معدل حرق، وبالتالي هنا الوزن بتاعنا اتظبط. ده مش كده وبس، حضرتك من ضمن اعراض فيتامين د تلاقي حته الارق والنوم، وعندك هشاشه في العظام، لان اتفقنا ان فيتامين د هو المسؤول عن ترسيب وامتصاص الكالسيوم في العظم. يبقى انا النهارده بديك الفيتابيكس بال 2000 انترناشونال يونت، هم دول الجرعه او اللي مطلوب انك تاخدها كحاجه وقائيه. لو عايز تاخد علاج، يعني عملت التحليل وطلع عندك الفيتامين د ناقص، بتاخد قرصين مع بعض. احنا دلوقتي حطينا الاساس اللي هو فيتامين ايه؟ فيتامين د. هاجي بقى، ما هو العظم اتفقنا عباره عن كالسيوم، يبقى لازم الاول احلل لك لازم برضه احلل لك مشكله الكالسيوم. وده الـ 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 المستحضر الثاني او المكمل الثاني من الكورس بتاعنا اللي هو سي دي زد باكس، اللي هو بيديك التركيز الكالسيوم اللي الجسم محتاجه على مدار اليوم. ومش كده وبس، محطوط في صوره الكالسيوم سيترات، معنى ذلك ان احنا عندنا فورمات تانية. في السوق حاجه اسمها كالسيوم مثلا كربونيت، بس هو احسنهم هو الفورمه بتاعت او الشكل بتاع الكالسيوم ساترات. يعني مثلا بره في الاوروبيان او في امريكان فوق سن ال 40 بيديك الكالسيوم ساترات. ليه؟ لان الكالسيوم ساترات بيأثر في المعده وبيتأثر بالعصاره الحمضيه. يبقى انا محتاج اديك حاجه كالسيوم ما يأثرش في معدتك، ما يتعبكش في معدتك، ما يجيبش قرح او غيره. الله ينور، ويدخلك في امساك. لا، هو التركيز والشكل الفورمه بتاعت الكالسيوم ساترات هو ده اللي مصرح بيه، واللي هو يفضل يستحسن يتاخد مع الناس كبار السن، وبالتبعيه حتى لو عندك حد طفل صغير يقدر يبلع، فانا بديله السي دي زد باكس. يبقى دلوقتي احنا حلينا مشكله ايه؟ يعني ممكن كمان اطفال فوق 13 سنه لو عندهم مشاكل يبلع ياخد السي دي زد باكس، ما عنديش حتى لو خالص. الموضوع وقائي، يعني خلي بالك حضرتك، اصل هو برضه هو الكالسيوم ايه مشكلتنا في الكالسيوم؟ بيحصل ديفيشنسي منين ونقص منين؟ المفروض ان الاطفال لحد سن 12 13 سنه ليها 3 وحدات في اليوم من الكالسيوم، والمصدر الاساسي للكالسيوم هو الالبان او منتجات الالبان، وده ما بيحصلش. يعني ايه 3 وحدات؟ يعني المفروض حضرتك يا اما تاخد 3 كوبايات لبن، يا اما 3 كوبايات زبادي، يا اما 2 كوبايات لبن وكوبايه زبادي، وده ما بيحصلش. فبالتبعيه مع مرور الزمن بتلاقي عندك بعد ما تعدي ال 40 بيظهر عندك مشكله هشاشه العظام، لان انت اوريدي من الصغر ما خدتش كميه الكالسيوم المفروض تاخدها. يبقى احنا دلوقتي حللنا لك مشكله فيتامين د وحلينا مشكله الكالسيوم. نيجي بقى للمشكله الاكبر، وهي مشكله المفاصل. مشكله المفاصل دي دايما بتبان في الناس اللي هي فوق ال 50، او الناس من الصغر اللي بتمارس رياضه بطريقه خاطئه، او الست البيت اللي بتطلع السلم بطريقه خاطئه، او بتعمل الاعمال المنزليه بطريقه خاطئه. تمام، اللي هو مشكله المفاصل. سبحان الله، هتلاقي حضرتك المفصل اللي مسؤول عن تجديد الاربطه والغضريف حاجه اسمها كوندروتون وحاجه اسمها الجلوكوزامين. دول مادتين اوريدي بيفرزوا من الجسم، ولكن مع مرور الزمن والعادات السيئه الخطا، المادتين دول بيفرزوا ما بقاش كافيين ان هم يحافظوا على كفاءه الاربطه والغضاريف، او حتى يجددوها، او الرياضي اللي بيمارس رياضه بطريقه خاطئه، او اي شخص بيتحرك بطريقه خاطئه. احنا حلينا هذه المشكله بالمستحضر الثالث اللي عندنا في الكورس بتاعنا اللي هو الجوينت بيكس. والجوينت بيكس ده بنقول عليه 5 في 5، في تركيز الجلوكوزامين بنسبه تركيز 500 ملي جرام. الاسماء دي طبيه ممكن تبقى شويه يعني. خلي بالك خلي بالك، هي الجلوكوزامين دي حضرتك كلها مستحضرات
او زي بنقول ايه مكونات الجسم اوريدي بيكونها، احنا بس جاست بنعرف العيان. بص حضرتك في الفيديو اللي معروض قدامنا دلوقتي على الشاشه، هو ده اوريدي اللي بيحصل في جسمنا. زي ما اتفقنا المفصل عباره عن بطين ملتحمين مع بعض عن طريق اربطه وغضاريف زي ما واضح كده، مع مرور الايام والزمن والعادات السيئه الخطا والحركات الخاطئه اللي بيحصل عندك مشكله عندك في العظم عشان الكالسيوم، فتلاقي العظم عندك بيحصل له هشاشه في العظام. ثانيا الغضاريف بيحصل فيها تاكل، وعشان كده تلاقي الناس يقول لك ايه انا دايما بعاني من طقطقه في العظم. اول ما يقول لك بعاني من طقطقه خلي بالك تقول له لا، انت لازم تروح تاخد الجوينت بيكس هنا كحاجه وقائيه، بما ان انا بكلمك على مكمل غذائي. بص حضرتك شايف الصوره اللي على الشاشه، وصلنا لمرحله خشونه الركبه، تلاقي الغضاريف تاكلت، فبالتالي بقى العيان بتاعي عنده ألم شديد جدا لأن العظم بقى بيحك في بعض بياكل في بعضه. وبعد كده نخش في تغيير المفصل. أنا بحميك بكل ده عن طريق الجوينت بيكس اللي هو بيعمل 5 في 5. إيه بقى قصة 5 في 5؟ هو عبارة عن 5 حاجات وبيعمل 5 حاجات. اتفقنا إن هو عبارة عن كوندروتون، عبارة عن كلوكوزامين، عبارة عن هيوريك أسيد، عبارة عن البرومالين اللي هو مستخلص الأناناس، والجنجر اللي هو مستخلص الزنجبيل. ايه بقى القصه؟ ايه ال5 حاجات اللي هو بيعملهم؟ احنا اتفقنا ان هو اللي مسؤول عن الاربطه والغضاريف هو الكلوكوزامين والكوندروتون اللي هما موجودين في الجوينت بيكس. وتلاقي التركيز بتاع الكلوكوزامين في الجوينت بيكس عباره عن 500 ملي جرام. هو احتياجاتك في اليوم 1500. عشان كده حتى بنقول للعيان هتاخده علاج او وقائي تاخد قرصين من الجوينت بيكس، يبقى انا اديتك تركيز 1000 ملي جرام من الكلوكوزامين. لان عايز جسمك يشتغل معايا، واحنا اتفقنا الكلوكوزامين ده ماده رودي الجسم بيعملها. بالظبط. فانا لما اديك 1000 يبقى خليت الجسم يشتغل معايا، انا مش عايز اعلي دور الجسم خالص. بس الدوزز دي ما تفرقش من سن لسن. لا 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 لا، دي احتياجاتك اليوميه. اوكي، دي لاي سن كان. احتياجاتك اليوميه من الحاجات دي. يبقى الجوينت بيكس اتفقنا عباره عن كلوكوزامين والكوندروتون، والكوندروتون والكلوكوزامين هم اللي مسؤولين عن تجديد الاربطه والغضاريف. عشان كده اول حاجه الجوينت بيكس بيعملها بيعمل ايه؟ بيعمل عمليه تجديد للاربطه والغضاريف. تاني حاجه بيسهل من حريه الحركه بتاعه المفصل. ليه؟ لان هو فيه هيلورونيك اسيد. الهيلورونيك اسيد ده الماده اللزجه اللي احنا قلناها في الاول اللي هي بتمنع احتكاك العظم ببعضه. الماده دي لما بتقل تبتدي تسمع صوت طقطقه، لما تقل الغضاريف تبتدي تاكل في بعض، يحصل تاكل في الغضاريف، لما تقل اللي يحصل خشونه المفصل، وبعد كده نخش في تغيير المفصل. يبقى انا اديتك النهارده الحاجه الثالثه اللي موجوده في الجوينت بيكس اللي هو الهيلوريك اسيد. نيجي الحاجه الثالثه، حاجه رابعه وخمسه. الناس اللي بيبقى عندها مشكله في المفاصل في بعض الاحيان او في معظم الاحيان تلاقي عنده ورم في المفصل، تمام، وعنده الم في المفصل. عشان كده اديتك البرومالين اللي هو مستخلص الاناناس اللي هو بيشتغل مضاد للتورم اللي بيحصل. مستخلص الاناناس، مستخلص الاناناس ده معروف اللي هو بيسموه مضاد للتورم. اوكي، لان الناس طب بس ده عادي حد ياخده حتى لو ما عندوش التورم؟ يعني ممكن يكون اي، على فكره ده كله ده بنتكلم على مستحضر واحد او مكمل واحد، يعني في الكورس اللي هو في الجوينت بيكس. احنا كنا بنتكلم على المستحضر الثالث عندنا او المكمل الثالث عندنا من الكورس بتاع العظام بتاعنا اللي هو الجوينت بيكس ده مكوناته. تمام، يبقى احنا جددنا الغضاريف، سهلنا حركه المفاصل، تاني حاجه بيقوي العظم بتاعك، رابع حاجه بان هو اتكلمنا عن البرومالين هو مستخلص الناس اللي هو بيشتغل مضاد للتورم، يبقى هو بيشتغل كمضاد للتورم، ده رابع حاجه بيعملها. واتفقنا ان هو في الجينجر اللي هو بيبقى مضاد للالتهابات وبيزود الدوره الدمويه في المفاصل. يبقى دول 5 حاجات اللي بيعملهم الجوينت بيكس. يعني انا هنا النهارده انا بديك مكمل غذائي بيحافظ لك على سلامه وكفاءه المفاصل وبيقيك من انك تخش في مرحله تغيير المفصل. هايل، كويس جدا. طيب انا عندي كده كم سؤال، يعني الكورس ده لمده معينه؟ يعني مثلا انا حتى لو هاخده كوقايه هاخده مثلا 2 3 شهور وابطل، وبعدين اكمل 2 3 شهور وابطل، ولو عندي على الصعيد الاخر مشكله واتعالجت هل اكمل كوقايه مره تانية ولا ازاي الكورس بيتاخد؟ دايما بما ان احنا بنتكلم على كورس وقائي فانت ما عندكش مشكله، ممكن يبقى روتيني في حياتك. تمام، روتيني في حياتك، انا بكلمك على كورس وقائي. كورس انا بغنيك انك عن تخش اي مشاكل، بعد كده في المفصل. على فكره مشكله المفصل دي مشكله كبيره جدا طبعا، تغيير المفصل والمها وحش جدا. ما انا اتفقنا خشونه الركبه، العظم بيحك ببعضه. خلي بالك حضرتك كمان عمليه تغيير المفصل عمليه مكلفه جدا، دي رقم واحد. رقم اتنين خلي بالك مشكلتها ان انت بتغير اسلوب حياتك بقى خالص. اول ما تغير المفصل تلاقي حركتك اختلفت وتمشي بصعوبه في الاكتيفيتي بتاعتك بتقل. طب ليه بقى؟ طب ما انا بقيك من كل ده من الاول خالص،
زي بالظبط كده ما انا وقيتك بان يبقى عندك نقص في فيتامين د، زي ما وقيتك يبقى عندك مشكله في الكالسيوم، وبالتالي هشاشه العظام اللي بتظهر دايما بعد سن 40 في الناس الكبيره في السن. فعشان كده دايما بنقول في الكمل في المكمل الغذائي لما يبقى كورس وقاي ما عنديش اي مشكله اخده. كويس جدا. طب ممكن حد يقول لك دلوقتي ماشي انا عايز اجرب اجيبه ازاي؟ بص حضرتك هيظهر دلوقتي عندنا على الشاشه الارقام التليفونات، وحضرتك تواصل بالارقام التليفونات اللي موجوده على الشاشه دي على طول هيوصل لك. وعلى فكره برضو من ضمن القوه او التراست في الكورس بتاعنا ان هو موجود في بعض المستشفيات الكبرى. اوكي. يعني مستحضرات مكملات غذائيه موجوده في بعض المستشفيات الكبرى وبيتم الاعتماد عليها. يعني ده بيبقى بريسكرايبد او يعني بيتم كتابته في الروشتات من دكاتره كبار اصلا في علاج في بعض المستشفيات. طبعا طبعا. خلي بالك حضرتك، انا بس فاكر حضرتك لما كنا بنتكلم عن القلب مالتي فيت. طبعا. هو الكورس الحاجه الرابعه في الكورس بتاعنا هو القلب مالتي فيت. اوكي. لان انت محتاج اديك مجموعه فيتامينات ومعادن تاني. خلي بالك فبنكمل الكورس بتاعنا بالقلب مالتي فيت. طيب ازاي ممكن برضو القلب مالتي فيت مع البروجرام ده اللي انا همشي عليه هيفيدني؟ يعني ممكن حد يجي يقول لك كمان هاخد مكمل غذائي، ما خلاص هم دول مش كفايه، ازاي بقى؟ على فكره هم كلهم مكملات غذائيه، انا اديت قلب مالتي فيت لان قلب مالتي فيت عباره عن مجموعه فيتامينات ومعادن، انا بقيق بديك وقايه يحصل عندك ديفيشنسي في حته او نقص في الفيتامينات والمعادن على المدى البعيد. اوكي. يعني الزنك، النحاس. على فكره احنا نسينا نتكلم في حاجه مهمه جدا في الاول خالص، فيتامين د من اهم مميزاته الوقايه او بيقوي جهاز المناعه. وخلي بالك احنا دايما احنا كمان في فتره دلوقتي يعني محتاجين ده. يبقى انت النهارده انا بديك حاجه كمان تقيك من اي امراض معديه وخاصه امراض الجهاز التنفسي. طب يعني اشرح لنا اكتر ازاي ممكن ده يتم على الارض وبالذات ناحيه المناعه يا دكتور علاء، علشان الفتره دي للاسف عادت مره تانية فيروسات مختلفه، ويمكن شاهدناها الاسبوعين اللي فاتوا مع دخلت المدارس مره اخرى، ناس كتير جدا واطفال كتير جدا عندهم مشاكل، فازاي ممكن انا افيد بقى دلوقتي؟ لان الاطفال من الصغر ما تعرضوش للشمس بالطريقه الصحيه وما ماخدوش مصادر لفيتامين د. يعني مثلا الاسماك، كام بيت النهارده بيحافظ في الازواج يبقى عنده وجبه او وجبتين اسماك؟ ده ما بيحصلش. وعلى فكره من ضمن المصادر الاساسيه للفيتامين د هو الاسماك. فاحنا عندنا مشكله في فيتامين د من اساسه. فبالتالي النهارده على فكره احنا ممكن يبقى ثلاثه قاعدين في الاوضه، ممكن اثنين يعيوا وواحد ما عياش، تتوقف على الايه؟ صح صح. على المناعه بتاعته. او النسبه كمان هنا التاثير يبقى عالي وهنا دي تتوقف كلها على المناعه بتاعته. صح. عشان كده فيتامين د من ضمن الحاجات الاساسيه عشان ترفع كفاءه الجهاز المناعي بتاعك. يعني احنا النهارده بنتكلم على كورس هو اصلا هو ده ايامه، لان احنا عندنا بتزاد الام العظام في الشتاء فانا محتاج اديك كورس العظام، والمناعه عندك بتقل في الشتاء فانا محتاج اديك برضو فيتامين د في الكورس بتاع العظام. هو فاضل دقيقه تقريبا دكتور علاء، الوقت بيجري، بس معلومات حضرتك اكيد مهمه جدا. ازاي انا في الدقيقه دي اقدر اقنع العميل بتاعي اللي بيتفرج عليا ان الكورس بتاعي افضل بكتير من اي منتج اخر؟ انت حضرتك عارف اي منتج بيبقى موجود منه 10، ازاي انا دلوقتي لو دخلت صيدليه او عايزه اتكلم اختار الكورس بتاعنا؟ بص حضرتك المكونات بتاعت اي مستحضر هي الفيصل في الكفاءه بتاعته. تمام. عشان كده لما نيجي نتكلم على سبيل المثال على الجوينت باكس، التركيبه دي مش موجوده في اي مستحضر تاني. كلكم زمان مع الكوندروتون مع البرومالين مع الجينجر، ده مش التركيبه دي مش موجوده في اي مكمل غذائي تاني. بس هو على في حاجه، ما دام احنا اتكلمنا على كورس، معلش تسمحي لي طبعا اقول للساده المشاهدين ازاي ياخدوا الكورس ده على مدار يوم. طبعا. لان احنا بنعمل امبريلا عليه، يعني انا بديك مظله عشان تحمي العظم بتاعك وكمان ترفع المناعه بتاعتك. بناخد فيتامين د مع القلب مالتي فيت بعد الفطار. تمام. تمام. باخد السي دي زد بيكس اللي هو الكالسيوم بعده بعد الغداء، وباخد الجوينت بيكس بعد العشاء، لان معروف ان دايما الام العظم والفصل بتزيد بالليل وفي الشتاء، فبناخد القرصين بعد العشاء. ده الكورس الكامل المتكامل عشان يحافظ على كفاءه العظام والمفاصل بتاعتك. رائع جدا، استفدت انا شخصيا كالعاده دكتور علاء من حضرتك بجد. الله يخليك يا رب. تنورنا ان شاء الله في حلقه جديده، واشكر حضراتكم كمان على متابعتنا انا وكريم، اشوفكم في حلقه جديده ان شاء الله من 10 الصبح في الاهلي، مع السلامه.